إلهام، في حاجة؟ إيه ده؟ أنا عايزة أتطلق يا راجل. من حقك تصدري عليا الحكم اللي أنت عايزاه، عشان في عرف أي اتنين حبوا بعض زينا اللي حصل ده ما يتغفرش، لكن برضه بيسألوا المحكوم عليه أنت عملت كده ليه؟ أنا كنت لوحدي في الوقت اللي عهدت نفسي فيه إن أكون جنبك في كل لحظة، ما كانش في أي حد جنبي. أنا بعترف إن أنا كنت بعيدة طول السنين اللي فاتت، بس السفرية الأخيرة خلتني افتكرت إن أنت نسيت كل سنين البعد دي، بس من الواضح إن أنا كنت غلطانة، وإن المشاعر اللي أنت حسستني بيها هناك كانت ضمن العهد اللي أنت خدته على نفسك. ده أديت واجب عشان تسكن إحساسك بالذنب. عمره ما كان واجب، وأي إحساس حسيتيه مني عمره ما كان تمثيل ولا كذب. من فضلك يا راجل وفر كلامك، علاقتنا مش ممكن هترجع زي الأول. أنا فقت متأخرة أوي. إلهام اديني فرصة تانية. فرصة لإيه يا راجل؟ فرصة عشان نضحك على نفسنا تاني؟ بفضلك خلينا ننهي كل حاجة في هدوء، عشان خاطرك وعشان خاطري وعشان خاطر الولاد. بعد كل اللي عدينا بيه؟ بعد كل اللي عملته عشان أحافظ على البيت ده؟ أنا مش عايز أسمع كلام تاني. حاجتك حطيتها لك في الأوضة اللي بينام فيها بابا. انتي مين اللي بعتلك الصور دي؟ اكيد لو اعرف كنت قلتلك يا نانسي، بس واضح ان في حد مركز مع بسمة وراجي وقرر انه يفضحه. او مركز معاك انتي. قصدك ايه؟ قصدي اسامة، ليه ما يكونش هو اللي بعتلك الصور دي؟ ايه اللي بتقوليه ده يا نانسي؟ وهو اسامة هيوصل لراجي وبسمة ازاي؟ معرفش بقى، بس واحد مركز معاكي للدرجات دي يعمل اي حاجة؟ لا مش للدرجة دي. طيب مش يمكن الصور دي قديمة؟ يعني دي كانت مجرد نزوة وراحت لحالها؟ دي أول حاجة جت في دماغي بعد ما شفت الصور عشان أهون على نفسي وأقلل الصدمة، لكن الشورت اللي هو لابسه ده أنا اللي جايبه له في آخر سفرية كنا فيها مع بعض. أنا مش مصدقة إزاي كنت عامية كده، إزاي الحاجات دي كلها كانت بتحصل قدام عيني وأنا مش شايفاها. حتى اليوم اللي ما كانش بيروح فيه الشركة كانت بتجيله البيت، وأنا بمنتهى السذاجة كنت بسيبهم يقعدوا مع بعض لوحديهم وأقول والله كتر خيرها قلبها على شغل راجي، أتريق قلبها على راجي نفسه. إلهام
انتي ست قوية وعديتي بحاجات أقوى من كده بكتير. تبقي هبلة وعبيطة لو سبتي واحدة زي دي تاخد منك راجي. ولازم تطلعي من الموقف ده كسبانة بيتك وراجي، ولا عايزة تسيبي واحدة زيها تكسب؟ ما بقاش فارق معايا نانسي، ما بقاش فارق معايا مين يكسب ومين يخسر، لأني مش هبقى فرحانة لما عيش أنا وراجي تحت سقف بيت واحد وأنا عارف إن الكل بينا انتهى. لا لازم يفرق معاكي، لازم يفرق معاكي مروان ولينا وعلي، لازم تفكري فيهم وانتي بتاخدي قرار زي ده. فكري في لينا شكلها ايه قدام اهل مالك، هتبقى البنت بتتجوز ومامتها بتتطلق؟ هما الولاد عرفوا باللي حصل؟ لسه. الحقيقة ان انا مش عارفة اقول لهم حاجة زي دي ازاي. انتي بتعملي ايه ورايحة فين؟ رايحة الجمعية، عايزة أي حاجة تشغلني وتنسيني. طب لو سمحتي سوقي على مهلك وأنا هبقى أكلمك علشان أطمن عليكي. إن شاء الله. على مهلك يا إلهام. الو. ايوه يا هشام. كريم، والله العظيم ما كان قصدي. انا مش قلت لك قبل كده ما تحطش ايدك على حاجه مش بتاعتك؟ والله العظيم ما كان قصدي كده. برضو خلاص 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 يا حبيبي خلاص، ما حصلش حاجه. هي مين دي؟ دي أليس بنتي. يلا يلا تعال نشوف برواز جديد نحطه فيه. قرار رفض؟ كان لازم تعرفي قبل ما تبعت الصور لإلهام إن دي هتكون النتيجة. صور إيه؟ احنا صورنا وصلت لإلهام؟ راجل انت فعلا بتشك ان انا اللي بعت الصور لإلهام؟ هيكون من غيرك يعني، لو حد عايز يبتزني كان زمانه كلمني وطلب فلوس او اي حاجة. انا قعدت اكدب نفسي كتير واقول معقولة بسنا بالغباوة دي، بس للأسف ما عرفتيش تلعبيها صح. راجل انت بتظلمني، انا فعلا ما بعتش حاجة، انا ليه اصلا هعمل كده؟ عشان تجبريني على علاقتنا او اتجوزك. انت فاكر ان انا ممكن اضحي بكل اللي بنيته السنين اللي فاتت واسيبه يضيع مني كده؟ لكن تقدر تسيبني، تقدر تضحي بالسنين اللي ما بيننا عادي، حاجات عادية يعني ممكن تعوضها مش كده؟ راجي انا مش عايزاك تعلن علاقتنا، انا مش عايزة حاجة غير اننا نفضل مع بعض. انا فعلا ما اقدرش اعيش من غيرك. احنا كنا مع بعض وانت اللي بوظت كل حاجة. المصيبة اللي انت حطيتيني فيها دي ما سبتليش اي اختيارات. طب ما انا كمان ما كانش قدامي اي اختيارات يوم ما سبت كل فرصة للجواز والخلفة عشان بس افضل جنبك. لو سمحتي تسيب المكتب النهاردة. اهلا يا حسن، اتفضل. ازيك يا كمال باشا؟ الله يخليك، اتفضل. ابو علي. كيمو. عامل ايه يا حبيبي؟ انا جيت عشان اخدك. على فين؟
رجعك عند ابوك تاني. لا انا مش هروح، انا مش هكسر اي حاجه تاني ولا هلعب في اي حاجه والله. ما تخليش اروح عند ابويا تاني، والنبي يا كمال باشا انا مش عايز اروح. طيب تعالى يا حسن. انت مش قلت لي انك هتتصرف مع ابوك ومش هترجع له كريم تاني؟ مش بمزاجي والله يا كمال باشا، ابويا هبت منه وراح لفريد، انا بقى عايز ارجع له كريم عشان ما تهبش منه اكتر ويخرب الدنيا خالص. طيب فاهم كريم ما يقولش انه كان عندي. متحملش هم كريم يا باشا، انا هفهم كل حاجه في السكه على اذنك. اتفضل. يلا كيمو. قال انت زعلان ليه؟ هاخدك في مكان تاني واحسن بكتير من اللي انت عايش فيه مع ابوك ده، وهنبعد عن ابوك خالص. تعالى بس عدي الفتره دي كل حاجه هتبقى زي الفل، اوعدك. يلا. مش عارف اقول لحضرتك ايه ولا كمان مش تعبتك معايا. لا ابدا مفيش تعب ولا اي حاجه. اتفضل. مع السلامه. سلام. هاي أليس، ازيك يا حبيبتي؟ مستر هشام، مش المفروض برضو الشركة قبل ما ترفض أي موظف تكون أخطرته قبلها بشهر على الأقل؟ يا بسمة في إيه؟ ممكن ترد على سؤالي الأول لو سمحت؟ مش لما أفهم الأول إيه اللي حصل؟ مستر راجي، أصدر قرار برفضي بالشركة النهاردة. غريبة، إيه اللي يخلي مستر راجي ياخد قرار زي ده؟ هو انت عملتي حاجه؟ ما هو ده اللي هيجنني، انا فعلا ما عملتش اي حاجه، ولحد ما القرار ده ما طلع انا شايفه شغلي ومش مقصره في اي حاجه. طيب عايزك تهدي يا بسمه، ولو تحبي انا ممكن اتكلم مع مستر راجي ما اعرف منه ايه الموضوع بالظبط، يمكن يكون في حل. يا ريت يا مستر هشام، هبقى متشكره قوي لحضرتك. انا لينا، هو انت قلت لباباك ان انا قلت لك على موضوع بسمه؟ لا طبعا ما جبتش سيرتك اصلا. طب الحمد لله. هو انت مش معانا في الشركه ولا ايه؟ مستر راجل رفض بسمه النهارده. انا تخيلت ان انت لما تسمعي الخبر هتتبسطي. والله يا ملك الموضوع كله من اول لاخره مفيش اي حاجه تبسط. عندك حق، بس باللي مستر راجل عمله النهارده ده يعتبر الموضوع اتقفل ومش هينفع نقف عنده تاني. وبعدين يعني هو مش اول ولا اخر. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت ازاي تتكلم عن بابي بالاسلوب ده؟ في ايه يا لينا؟ انا ما قلتش حاجه. ما قلتش حاجه؟ انت مش سامع نفسك ولا ايه؟ هو انت ليه مصممه تفهمي كلامي غلط؟ اكيد يعني انا مش قصدي حاجه على مستر راجي، انا بتكلم معاكي بطبيعتي وبعتبر نفسي واحد منكم، واكبر دليل على ده ان انا ما جبتش سيره لاهلي. لا بجد ميرسي قوي، مش عارفه انا كنت هعيش ازاي لو شكلي بقى وحش قدام اهلك. عموما يا مالك انا خايفه على شكلك قدام اهلك، فاحنا فيها واحنا ممكن نسيب بعض عادي. وانا مش هرد واعتبر نفسي ما سمعتش حاجه، انا برضو مقدر ان انت مخنوقه ومتضايقه. سلام يا لينا. ايوه يا كمال، ايه اللي اخرك؟ ما جيتش ليه لغايه دلوقتي؟ طب يلا انا مستنياك ما تتاخرش. مع السلامه. اتفضل. اقدر اعرف حضرتك جاي ليه دلوقتي؟ انا جاي اقولك مبروك على الجمعيه. وانا ما عنديش اي استعداد استقبل حد دلوقتي. اتفضل. وانا مش هتحرك من هنا لغايه ما اعرف انت بتعامليني بالطريقه دي ليه. عشان انت مصمم تتجاوز حدودك معايا. ايه التجاوز في اني اجي اقولك مبروك؟ انت فاهم قصدي كويس، وانا سبق وقلت لك ان انا ست متجوزه وعندي ولاد وبحب جوزي. وانا فاهم الكلام ده، فهمته من اخر موقف حصل ما بيننا، وعشان كده انا جاي اصلح سوء التفاهم اللي حصل، فارجوكي اسمعيني. هو انت ليه مصمم تفهمني حاجه انا اصلا مش عايزه افهمها؟ يا الهام انا مش مصمم على حاجه، انا كل اللي طالبه منك دقيقتين بس. ممكن وتتفضل بعدها؟
بصي يا لهم، انا مش جاي عشان ادافع عن نفسي ولا عشان ابرر اللي انا عملته، انا بس جاي اقول لك اني غلطت في اني جازفت بصداقتك وبثقتك فيا. ولو سمحتيني هحافظ على الصداقه دي واوعدك مش هتجاوز حدودي تاني. ممكن تديني فرصة تانية؟ إلهام أرجوكي، أرجوك أنت ومن فضلك خد البروجيكتور ده معاك، أنا لسه كنت هبعتهولك مع رامز. مش من حقك على فكرة. نعم؟ يعني إيه مش من حقي؟ طبعاً من حقي. كان يبقى حقك لو الهدية جاية لك أنت، بس أنا جايب الهدية دي للأطفال عشان يتفرجوا على أفلام. مش كفايه يعني انك منعتيني اني اخش الشريك معاكي في الجمعيه؟ على الاقل خليني اساعد من وقت لاخر. اهلا يا كمال. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. الباشمهندس اسامه واحد من اهم كلاينتس عندنا في الجاردن سنتر. كمال ابن عمي وظابط سابق ودلوقتي عنده مكتب محاماه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. طيب يا الهام، انا مضطر استاذن، ورايا شغل ورايا ميتنج مهم قوي. اتفضل. عايزك. اتفضل. فرصة سعيدة يا فندم. انا الاسعد. اتفضل. خير يا الهام، صوتك في التليفون قلقني. انا عارفه ان مفيش حد هيسمعني ويخاف عليا زيك، بس قبل ما اقول لك اي حاجه لازم توعدني ان بابا ما يعرفش اي حاجه دلوقتي. من غير ما اوعدك يا الهام، انت عارفة ان اي حاجة بتطلبيها مني انا بنفذها. بناوي على ايه؟ تفتكر بعد اللي عرفته وشفته هبقى ناوي على ايه؟ أياً كان قرارك يا لهم، أنت متأكدة إن أنا دايماً معاكي وفي ظهرك؟ مش أنا اللي بعت الصور، أنا بحبك قوي ما أقدرش أعيش من غيرك، أرجوك ما تبعدش عني. يعني أنت عايز تفهمني إن أنت بقالك معاهم السنين دي كلها في الشركة وما خدتش بالك من الموضوع ده؟ وأنا لو كنت خدت بالي كنت هخبي عليك ليه أصلا؟ بتداري عليه؟ رجالة زي بعض، أو يمكن هو كمان بيداري عليك بقى. نانسي بطلي الجنان بتاعك ده، لما اقولك ان انا لسه عارف الموضوع ده النهارده يبقى تصدقيني. يعني هي خلاص مش هتيجي الشركه من بكره؟ المفروض، بس ايه اللي هيحصل محدش عارف. هيحصل ايه يعني؟ بسمة دي شخصيه عنيده، وطالما العلاقه وصلت بيهم للمرحله دي يبقى مش هتسيبه بسهوله. ولا هتقدر تعمل اي حاجه. موضوع السكرتيره ده موضوع قديم ومشهور، رفقته شويه ولطشت منه شويه فلوس وخلاص على كده. أروى نامت؟ لا، صحية في أوضتها بس حالها مش عاجبني خالص. برضه علشان مروان؟ من ساعة ما سابوا بعض وهي حتى كليتها بتروحها بالعافية. أنتي السبب يا نانسي. يو يا هشام، برضه هترمي كل حاجة عليا؟ يا أخي أنا آخر همي مين السبب؟ أنا كل اللي شاغلني دلوقتي بنتي، إزاي أطلعها من الحالة اللي هي فيها؟ الوقت كفاية إنه ينسيها. ينسيها؟ ومين قالك إن أنا عايزاها تنسى؟ أنا مش عايزاها تستسلم لحاجة زي دي خالص. مش عايزة واحدة زي ليلى دي تنتصر عليها وتاخد منها مروان. والله أنا ما خايف على أروى غير من أفكارك دي. أول ما
مرة أغصب كريم على حاجة ومش عايز يعملها لينا. طول الطريق كان بيعيط، بيبص لي كده كأنه بيعاتبني. تصدقي إن أنا معرفتش أبص في عينيه؟ خفت يقول لي انت كدابه يا معالي، انت ما تعرفش تحميني. فكر اروح اجيبه من عند ابويا. توديه فين؟ مش عارف لينا، بس حته بعيده عن القرف ده. مش قادر اعيش باحساس الذنب ده اكتر من كده. أنا بدل ما خاف عليه خفت على نفسي وقضيته عند أبويا بعد كل اللي عمله فيه. كريم طفل يا حسن، وأي قرار هتاخده بخصوصه لازم تبقى درسه كويس قوي. أنت أخ حنين قوي يا حسن، وأكيد كريم حاسس بده، وعارف إن أنت لما تقدر تغير حياته أكيد هتغيرها له. المهم بس تختار الوقت المناسب اللي ما يهدش كل حاجة. سليم بقيت متلخبط قوي. محتاجين امنة حضرتك على الورق ده. دي اللي جابك؟ جاي عشان شغلي. ما تخرجنيش عن شعوري، ما تخليش اعمل معاك اجراء هرجع اندم عليه. انت بتهددني يا راجل؟ انا مش مصدق اني هنت عليك قوي كده. انت اللي حطيتيني في الورطه دي ومش من حقك تلوميني. ماشي يا راجل، اوعدك اني من اللحظه دي هبطل الومك، واوعدك كمان اني هجيبك لحد عندي عشان بس تطلب اني اسامحك. مع السلامه يا مستر راجل. وحضرتك كويسة؟ اه الحمد لله يا سارة، ميرسي على سؤالك. لا على ايه، بس حضرتك ما تعرفيش انت غالية عندي قد ايه. انا عارفة يا حبيبتي. المهم طمنيني عليكي، انت اخبارك ايه؟ كويسة. واخبار رامز ايه؟ يعني بصراحة مش قوي، يعني هو بقاله فترة كده غايب عني ومبيسألش عني خالص، بس انا عذراه، بابا تعبان وعنده مشاكل كتيرة. ازيكم؟ كويس. ايه ده كله اللي انت شايله ده؟ دي بيتزا عشان الاولاد. ما انا عارفه انها بيتزا، بس حد قال لك ان احنا مجوعين الاولاد؟ لا اكيد مش مجوعينهم، بس يعني اكيد بتوكلهم حاجات صحيه بقى وممله جدا، فقلت اجيب لهم بيتزا. ميرسي قوي، تعبت نفسك. لا لا ما ولا تعب ولا حاجه، بس انا تعبان من الشيله. هحطهم فين؟ انا اسفه جدا. انت وليلى بقى وزعيهم على الاولاد. ماشي بالراحه تقال. ها حاضر على اذنك. ميرسي خالص على تعبك ده. خالص خالص. ايه شكلك متضايق شويه؟ يمكن عشان كده قلت لنفسي اجي اقعد مع الاطفال شويه، يمكن يطلعوني من المود ده. خير؟ في حاجه حصلت؟ اصل النهارده الثانويه بتاعت مراتي الله يرحمها. الله يرحمها. ليش تفتكر؟ ما يمكن المشكله اني بفتكر كل حاجه، يمكن محتاج اني انسى شويه. عايز تنسى مراتك؟ لا ما اقدرش انساها، كنت بحبها قوي، بس انا محتاج انسى خيانتها. على فكره يا باشمهندس انت مش مجبر تتكلم او تقول اي حاجه خالص، انا كنت بسال سؤال عادي خالص. بالعكس انا محتاج اتكلم الصراحه، انها خليتني مع واحد صاحبي بعت كل حاجة، بعتني وبعت ابننا
بعد الحياة اللي كنا بنبنيها بقالنا سنين. وأنا لحد دلوقتي مش فاهم حاجة. أنا قصرت في إيه؟ إيه اللي ما عملتهوش؟ هو قدر يديها إيه أنا ما اديتهولهاش؟ أحيانا بيبقى من الأفضل إن إحنا ما نسألش أسئلة زي دي، عشان لو حتى عرفنا إجابتها مش هنرتاح. إلهام، أنا مش قادر أوصف لك الإحساس اللي جوايا بجد. أنا آسف، يمكن دي أول مرة أتكلم في الموضوع ده مع حد، بس أنا حاسس إني واثق فيك أوي. خليتيني أنزل التقل اللي كان كاتم على نفسي طول السنين دي. طيب، تحب ناخد القهوة هنا ولا ننزل للولاد؟ لا، أكيد ننزل للولاد أحسن. بتقولهاش ان احنا بنتقابل. نفسي اقولها بس هي مش هتفهمني. سلام. كلميني قبل ما تنامي. انا ما اعرفش انام من غير ما اسمع صوتك اصلا. احبك. وانا كمان. ده على كتفك وروني عليكي. هي ايه كل الهدوم دي يا خالته؟ جايباها منين؟ جايباها من عند لينا ومدام الهام. ليه كده يا خالته؟ على فكره ما بقاش ينفع اللي بتعمليه ده، الوضع اتغير. وده ايه اللي اتغير؟ انا مش فاهمه حاجه. ما احنا طول عمرنا بناخد منهم الهدوم اللي هم مش عايزينها. هو احنا زدنا رتبه ولا ما اعرفش؟ ايوه ايوه كده، وريني الشال عليكي. بسم الله ما شاء الله، والله هاكل منك حته. مبروك يا لولا. قومي افتحي. في ايه؟ انا جاي الفوز. مين يا ليلى؟ ده انا يا فايزه. مروان؟ خير يا مروان؟ مدام الهام كويسه؟ اه اه، ما تقلقيش. في ايه؟ انا جاي ازورك وعايز اتكلم معاكي لوحدنا. اتفضل يا حبيبي، اتفضل، تعال تعال ادخل. مسا على اجدع ستات فيك يا منطقش. ايه؟ وانا قلت حاجه؟ مروان جوه في اوضتنا يا لولا. عيني عينك كده. اوضتنا مين اللي تنشكي؟ ده جوه مع خالته. طب هو هنا ليه؟ ما اعرفش، بس هموت واعرف. نعرف. يلا تعالي وراي. فاكره يا فوز لما جيتي قبل كده وسالتيني وقلت لي انت عايز ايه من ليلى؟ فاكره يا مروان، وفاكره كمان ان انت ما جاوبتنيش عشان ما كانش عندي اجابه للسؤال ساعتها. ما كنتش اعرف نفسي كويس، ما كنتش عارف انا عايز ايه من ليلى اصلا. دلوقتي عرفت؟ اه عرفت. انا بحب ليلى. هتتجوزها؟ ايه ده؟ ايه السرعه دي؟ انا بقول لك ان انا لسه عارف ان انا بحبها. احنا لسه بنبتدي. بص يا مروان، انا اللي مربيك صح؟ صح. ماشي. ليلى دي مش بنت اختي وبس، ليلى بنتي واغلى كمان عندي من بنتي، ومش ممكن ابدا هسمح لك انك تخليها واحده في لست التليفونات البنات اللي انت عرفتهم. بناتي مش للتسالي يا مروان. تسالي ايه؟
انا لو كنت عايزه اتسلى ما كنتش جيت اتكلمت معاكي. لو انتوا الاتنين اكتشفتوا ان انتوا بتحبوا بعض وعايزين بعض وقررتوا ان انتوا تتجوزوا، رجيبي هيكون رايه ايه؟ مش مهم رايه بابا، المهم رايي انا. بابا وماما مش هما اللي هيتجوزوا. يا ابني يا ابني الجواز مش واحد واحده بس بيرتبطوا ببعض، الجواز عيلتين في النهايه بيبقوا عيله واحده. ماشي، انا وليلى لو وصلنا لمرحله الجواز هتشقلب كده علشان اقنع عيلتي، ولحد ما ده يحصل مش عايز انا وهي لما نتقابل نبقى بنعمل كده من وراكي. ازيك يا ناهي؟ الحمد لله كويسه. وروان انت عامل ايه؟ تمام. حمله نظافه في البيت بس زي ما انت شايف، انت مش غريب بقى. لا طبعا طبعا. ماشي يلا يا ابني، يلا يا ابني انت مش هتغلط. مع السلامه حبيبي. باي باي. مع السلامه. تعالي مامي خالته. مامي خالته. تعالي 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 تعالي. ممكن قوي بس ما تشتكينا، وممكن فعلا زي ما بتقول بعديها ترفع علينا قضية. خليها تعمل اللي تعمله، أنا معتمد عليك تخلص الموضوع ده. ادخل. في عسكري بره يا فندم عايز حضرتك. طب خليه يدخل وروح انت. حاضر يا فندم. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك استاذ راجل؟ ايوه خير. والله حضرتك مطلوب عندنا في الاسم وعايزين حضرتك تمضي على الورقه دي. اسم ايه وايه الورقه دي حضرتك؟ ممكن اشوفها؟ اتفضل. ممكن تفهمني في ايه؟ في موظفة يا فندم عند حضرتك في الشركة اسمها بسمة قدري عاملة في حضرتك بلاغ في الاسم. بلاغ فيه أنا؟ أيوه يا فندم، وبتتهم حضرتك إن أنت اتحرشت بيها. سليمة قاسي عليا قوي يا منى،
رافض يكلمني او حتى يديني فرصه اشرح له ان انا ماليش دعوه باي حاجه حصلت. ده انا حتى لما بيوحشني بروح له البيت وبفضل واقف تحت مستخبي زي اللي هيكون عامل عامله عشان بس اشوفه واطمن عليه. للأسف مش طالع زيك. انت كنت بتعرفي ازاي تسامحي؟ حتى اللي كانوا بيجوا عليكي كنت بتعرفي ازاي تسامحيهم؟ اوعي تكوني فاكرة اني حقك هيضيع. انا عارف ازاي هرجعه. ومش بس حقك، حقي انا وسليم كمان. كرامتنا اللي اتداس عليها زمان انا هعرف ازاي ارجعها. ساعة الحساب قربت اوي يا حبيبتي، قربت اوي.